ما راح اقول انا، انتم حاليا موجودين عندي مزبوط سامعيني؟ يعطيك العافية. اه دكتور هلا موجودين معك الساعة 2. طيب شو انا بدي اعمل؟ انا رايح ابلش مباشره، بدي اعملك يا مرح كوهوست على اساس اللي بيدخل عندنا على الشات روم انت تضيفيه بدون ما انا اقطع المحاضره عندي. حاضر. يعني انا بالضبط على الساعه 2 راح ابلش المحاضره بالضبط، اللي بيتاخر هذا ما لانه الماده طويله جدا، يا دوب قدرنا نشرح نصها مع المجموعه اللي قبل كل هو. طبعا انا حاولت اني اشرح كل الاشي المهم اللي لازم تعرفوه، الباقي ببعث لكم احنا ان شاء الله المحاضره، وكله ان شاء الله راح يكون لكم ان شاء الله سهل، يعني اللي ما بي اللي صعب يقدر يتواصل معي وانا بوضح له، يعني ما في مشكله. ترى دكتور يعطيك العافية دكتور. هلا حي الله من ثلاث عبد الله. هلا يا عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله تمام. دكتور أصلي الميد وين راح يكون؟ كيف؟ الميد لوين راح يكون؟ امتحان الميد تيرم، الامتحان الميد تيرم. الميد تيرم والله يا صديقي يعني احنا بشكل عام كنا ناويين نعطيك اياه الاسبوع 11 يا تمام، اها بس احنا هالحين شوي والله مربوطين بالاحداث، يعني احنا كنا بدنا نعطيكم الكويز وكل مره عندنا الكويز شوي بتاخر بسبب هاي الاحداث، ولو ان احنا شوي كمان بنخفف عليكم الضغط لانكم انتم شوي مربوطين بالمواد الثانيه، مزبوط. بس الميد تيرم ان شاء الله طبعا نعطيكم ان شاء الله خبر متى ممكن يكون بالاسبوع العاشر او الـ11. يعني لحد ما بنوصل دكتور. اه طبعا احنا لوين ما بنوصل، اذا اخر محاضره كانت قبل اسبوع الميد تيرم مثلا ممكن احنا ندخلها على الفاينل على اساس احنا برضو ما نضغطكم، بس انتم رجاء للي بيسمعني رجاء تعيدوا محاضرات البروستو واللي تقرأوا الكتاب عده مرات على اساس في معلومات بتكون بحاجه انك تقراها اكثر من مره عشان تقدر تستوعبها، يعني معلش بكون تفرزوا للبروستو شوي وقت اكثر من اللي المواد الثانيه تمام، يعني هو إن شوي شاء الله ماده البروستو معروف عنها يعني شوي ماده زخمه ومش من السهل انك على طول تقدر يعني تستوعب معلوماتها مباشره، موافقين معي بالموضوع؟ مزبوط. طيب هسه 2 دقيقة خلينا نبلش معاكم. يلا بس اليوم كثير محاضرتنا مهمة بدنا نتكلم فيها عن البوردر مولدينج والفانل امبرشن، كيف احنا نشكل الحدود صح للدينشر وكيف احنا ناخذ فيه الفانل امبرشن وشو افضل مواد للفانل امبرشن. بالتالي قديش كانت عندنا البرايمري امبرشن كثير مهم لان بشكلها بشكل اصب منها Recording in الملفات وشكل عليها السبيشال تري، ضروري جدا اني انا اعمل فيري اكيوريت سيكندري امبريشن، لانه سيكندري امبريشن اول شيء بتعمل لي كابتشرنج وريبليكيتنج لكل اللاند ماركس بما فيهم الستريس بيرنج اريا والبيريفيرال والليمتنج ارياز. السيكندري امبريشن بتهيئ لي او بتعطيني خاصيه انه راح يصير عندي سبريدنج للماستيكاتوري والاكلوزال فورسز وبريشرز، بتعمل توزيع للقوه الاطلاقيه بالشكل المناسب والصحيح، بالاضافه انها بتوفر لي الريتنشن والسبورت والاستابيليتي للكومبليت دينشر. طيب اخذت انا المقاس بالبرايمري امبريشن سواء كان عندي بالرابر بيز او بالالجينيت او بالامبريشن كومباوند، ضروري اني انا على هذا البرايمري امبريشن او على الامبريشن تري اعمل شيء اسمه تشكيل للبوردرز اللي انا بدي اصب عليها الدياجنوستيك كاست، فاما انا بعمل تشكيل للحدود مباشره على الامبريشن تري زي ما انتم شايفين هون، بستخدم هذا بسموه كيميكال بنسل قلم خصوصي بشكل عليه الحدود، او بعد ما انا عملت بورينج للكاست على المثال الجبسي بشكل انا الحدود اللي الدنتال تكنيشن راح يشكل لي عليه يعمل لي عليها السبيشال تري، يعني هذه مسؤوليتي انا كطبيب اسنان مش مسؤوليه الدنتال تكنيشن هو اللي يعمل لي
السبيشال تري، انا بعطيه الحدود الصح اللي وين بدها تكون تنتهي عندهم حدود السبيشال تري. تمام. هي انا عندي هون الاندليبل ماركر، الماركر اللي هو انا بستعمله خصوصي، بشكل انا الحدود مثلا هون على المجزله كيف انا ماشي بالبكال فرينم الليبيال فرينم، كيف انا جاي عند البيستبيول، كيف انا مشيت على الهيمولار نوتش، مشيت على البوستيريور بالاتال سيل اريا، نفس الشيء هنا على المانديبل كيف تشكل عندي كل فرينولي، كيف الالفيولا لينجوال سلكس، كيف انا مشيت على الريترامولار باند. تمام. اذا هذا الحكي انا بشكله، انا بحدده مش الدنتال تكنيشن. تمام. طيب هسه بالكاستم تري كونستراكشن شو لازم؟ طلع هون يا جماعه على الصوره الاولى، بتشوفوا انه معمول هون خط ازرق وجاي فوقيه خط احمر. شو هذا الخط الاحمر؟ هذا اللي لازم يكون نهايه حد السبيشال تري، لانه السبيشال تري لازم تكون اقصر من النهايه الفاينل بوردر ب 2 ل 3 ملم. تمام. اساس انا يترك عندي مجال اعمل البوردر مولدنج واخذ الفاينل امبريشن تري. اعتقد لازم كل الامور اللي كثير واضحه. تمام. بعمل طبعا ريليف وين انا في عندي مناطق البكال والليبيال واللينجوال الفرينولي، وانا بالفايبريتنج لاين على الماكزيلا والريترامولار باد على المانديبل، هذول بنسميهم المناطق النهائيه الحدوديه السيل بوستيريور سيل اريا. على الماكزيلا بيجي الفايبريتنج لاين، وعلى المانديبل بيجي عندي الريترامولار باد، المساحه خلف الرحويه اللي بتيجي ورا الويزدم توث. اي مناطق عندي اندر كات لازم اعمل لها بلوك اوت، بستخدم الواكس سبيسر، هسه نتكلم عنه بشكل اوضح. كل هاي المسائل تعتبر مسؤوليه الدنتست مش مسؤوليه الدنتال تكنيشن. طيب من ضمن الاعتبارات المهمه لازم احنا نحطها بعين الاعتبار اثناء ما بنعمل البوردر مولدنج على السبيشال تري، طبعا انا بستخدم شيء بالداخل بالانترنال سيرفيس بالشكل الداخلي، انا بستخدم شيء اسمه واكس. بالواكس انا ما بغطي منطقتين، المنطقه الاولى اللي انا ما بغطيها بالواكس، ما بغطي ال بوستيريور بالاتال سير اريا على الماكزيلا، وعلى المانديبل ما بغطي شيء اسمه بكال شيلف اريا. احفظوا هذول التو لاند ماركس. تمام. انا ما بغطيهم بالواكس. نفس الشيء هون بالفلانج هايت سبيشال تري لازم يكون من 2 ل 4 ملم اقصر من حركه التيشو ريفليكشن اللي انا موجوده عندي هون، اساس انا لما اعمل البوردر مولدنج وابلش اشكل بهاي الامور تضل عندها الحركه شو مالها؟ انسيابيه، ما يكون انا عندي السبيشال تري طويل لدرجه انه يضغط عليها او يصلها. في عندي مناطق انا لازم اعمل لها ريليف، مثلا زي الريزيدوال ريج على الفك السفلي، او الروجي او الميد بالاتاين اريا او الرفيع على الفك العلوي. كيف انا بعمل لها ريليف؟ اما انا بضيف كمان كميه واكس عشان تعمل لي كمان سبيس بحيث انه الدينشر ما بيشكل ضغط على هاي المناطق، او اني انا بعمل هولز. هاي الهولز شو بتعمل؟ بتخلي الماده تخرج من طريق هاي الهولز فبتخفف الضغط في هاي المناطق. طيب نيجي هسه لموضوعنا الاساسي اللي هو البوردر مولدينج. شو هو يا جماعه؟ دكتور تفضل. دكتور الواكس بستخدمه دائما ولا بس لما بدي اعمل سبيس؟ الواكس الهدف منه اني انا عشان اعمل سبيس بنهايه ما خلصت انا البوردر مولدينج بشيل الواكس وبحط محله اللي هو الفاينل امبريشن، لما انا باخذ فيه الماستر امبريشن، فضروري اني انا اكون دكتور عملت مش دائما بكون بحتاج سبيس كيف؟ صح؟ ايش؟ مش دائما بكون بحتاج انا سبيس، مش دائما تمام. بستخدم الواكس. في حاله اذا انا مثلا بدي استخدم ماده الزنك اوكسيد يوجينول اساس اعمل السكندري، ما بكون لازمني واكس، بس اذا انا بدي اعمل السكندري امبريشن بالاديشنال سيليكون بوليفينيل سيلوكسان او بالالجينيت، انا بالضروري ان يكون انا عندي واكس عشان اعمل سبيسر سبيس. تمام. لا أفهم الدكتور. احنا يعني احيانا يعني يفضل بكل الاحيان اذا حتى لو انا بدي استخدم الزنك اوكسيد يوجينول بيست، لو استخدمت ثيكنس للواكس بتقريبا 1 ملم يعني ذاتس جود، هذا شيء منيح. فانا لازم اتعود اني انا في فتره ما بعمل البوردر مولدنج
يكون انا عندي شيء اسمه تري واكس سبيسر للداخل، سواء للمكزلة او المانديبل. طيب نكمل. اذا البوردر مولدنج الهدف منه الاساسي اعمل انا دوبليكيشن للكونتور والسايز للفيستبيول ولا البكال والليبيا الفرينولي لكل المصل اتاتشمنت. انا بدي انقل كل هاي الحركات تكون موجوده عندي بتشكيل الحدود، على اساس لما انا اسلم النهائي في دينشر النهائي للمريض ما يحس المريض انه صار اي تعارض بكل هاي الحركات، الهجيمات الشفويه او الخلديه او حركه اللسان او ما الى ذلك. بالتالي its objective to determine the contours height width of the border of the complete denture. معلومه يا جماعه، اذا انا اشتغلت border molding صح باكيورسي عاليه جدا، انا ضمنت بنسبه عاليه جدا انه انا عندي very good او very quality complete denture للمريض. انا بكون ريحت بالي وريحت بال المريض. وكيف انا بدي اعمل border molding؟ اما انا بستعمل ثيرموبلاستيك امبريشن كومباوند، احنا حكينا انه تايب 2، وفي انا عندي تايب 1. ايش هو يا جماعه؟ اللي هو اللي انا بستعمل فيها للبرايمري امبريشن ثيرموبلاستيك امبريشن كومباوند. بس تايب 2 اللي انا بستعمل فيها البوردر مولدنج، هي بيجي لونها اخضر عباره عن اصابع بيصير لها ليونه او سوفتنينج بالحراره. الواكس بستعمله بشكل نادر، وبالتالي احنا تقريبا شبه يعني بطلنا نستعمله. اذا لقيته حدا لساته ماشي على الطرق القديمه بيستعمل واكس شيء ثاني، بس بمعظم العيادات بطلنا نستعمل واكس للامبرشن للبوردر مولدينج. وبستعمل كمان البوردر مولدينج شيء اسمه بولي ايثر، تمام، اللي هو احنا صنفناه هايدروفيليك الاستيك سينثيسيز الاستوميرز نون اكيوس. جميل. طيب هسه السيكونس للبوردر مولدنج، اما تكون سيجمنت باي سيجمنت، يعني بستخدم اول شيء للانتيريور اريا بخلصها بنتقل على البكال اريا والبكال فيستيبيول اليمين، بخلصها بنتقل على البكال اريا والبكال فيستيبيول الشمال بخلصها، وبنتقل في الاخير على البوستيريور. هذا اسمه سيجمنت باي سيجمنت. متى؟ لما بستعمل الامبرشن موديلينج كومباوند. طب اذا انا ما بدي استعمل هذا الاشي مره، ما بدي استعمل سيجمنت باي سيجمنت، بروح ل وان ستيب عن طريق شيء اسمه كلي ايثر، تمام. طيب هسه هي بنيجي لسؤالك يا عبد الله، انه انا يفضل بكل الاحوال استخدم شيء اسمه تري واكس سبيسر، بس انا بالواكس ما بغطي منطقتين، ايش هما؟ البوستيريور فالاتال سير اريا، وما بغطي على المجزلة وعلى المندبل، ما بغطي البكال شيلد اريا بالواكس. نشوف عملية الواكس. واكس سبيسر بروفايد ذا اديكوت سبيس فور ذا فاينل امبريشن ماتيريال. طيب الكاستم تري او دكتور سبيشال، ايوه الوان ستيب ما فهمتها كيف يعني؟ معي تالا صح؟ يا تالا معلش، انا يعني لو هاي الاسئله اللي انتم حابين تسالوني اياها انا مستعد اجاوب عليها باي باي وقت، بس خليني شوي امد بالمحاضره، لانه انا عندي المحاضره طويله ويا دوب اقدر اخلص ثلثينها. فيا خلص تالا تمام. اي سؤال منك او من اي حدا من الموجودين بالمجموعه انا بجاوبه عليه خارج وقت المحاضره، سامحوني بس. تمام. طيب الكاستم تري شو لازم يكون؟ لازم يكون ادابتيف، انه يكون ادابتيشن عاليه جدا، يكون كومفورتبل. الكاستم تري او هو السبيشال تري ايش لازم يكون؟ لازم يكون 2 ل 3 ملم اقل او اقصر من الفيستيبيول، سواء هذا الحكي على المكزله او المانديبل، ولازم تكون الحدود تبعته جافه. طيب هسه كيف انا بدي ابلش اسخن، اعمل هيتنج للامبريشن كومباوند وابلش اشكل فيه البوردر؟ اول شيء انا بستعمل شيء اسمه بنسن بيرنر، اللي هو هذا بعطيني لهب، اللهب تبعه تقريبا بيجي بشكل عمودي ولهبه تقريبا مش كثير قوي لكنه متواصل. افضل ما استعمل اللي هنا الهناو تورش، بعطيني قوه لهب عاليه وقد لا تكون يعني مستمره. بالتالي بستعمل هذا البنسن بيرنر، بسخن الامبريشن كومباوند للمرحله ما اصير احس انه صار في ايش، تدلي دروب، تمام.
بس ما بعمل اوفر هيت، يعني بعد ما صار له تدلي ما بروح بخلي بسلط عليه النار، لانه انا في هيك حاله شو بصير؟ نفس هاي المنطقه اللي صار لها تدلي تمسك الحراره وهي نفسها بتولع نار، ما بقدر اعمل عليها مولدين. اذا انا بستنى لمرحله لما يصير الامبريشن كومبوند تدلي تمام سوفتنينج، وببلش انا احطه على الحدود سبيشال تري. طيب الثيكنس لازم تكون تقريبا نرور اقل من نفس الاصبع الامبريشن ستيك او الامبريشن هون الكومباوند ستيك الجرين ستيك هون. بقدر انا استعمل هاناو تورتش في حال اذا انا بدي اعمل له ري سوفتنينج او ري هيتنج، بس منين يا جماعه؟ من الخارج مش من الداخل، مش من الانترنال سيرفيس. شو موجود انا عندي بالانترنال سيرفيس يا جماعه؟ الواكس. فانا ما بسلط اللهب على المنطقه الداخليه. انا شو بهمني؟ بهمني اذا انا بدي اعمل له ري سوفتنينج او ري هيتنج بس انه يكون اللهب جاي من المنطقه الخارجيه، تمام؟ طيب كيف انا بدي امنع ايش اسمه سلامبينج، بدي امنع انزلاق الماده، انا بحيث انه الماده ما صار لها انزلاق تدخل على الانترنال سيرفيس او الفلور تبع السبيشال تري. بعمل انا بكون ماسك سبيشال تري بتكون جايه راسا على عقب اب سايد داون، لما بسخنها بحيث انه الماده لما صار لها لما تحمل وانا عمال بشكل فيها البوردر ما تروح تدخل على جوا، لانه انا ما بدي يصير انترفير تعارض مع ماده الامبريشن او انها تلزق بالواكس، تمام؟ طيب سخنت انا هسه اللي هي الامبريشن كومباوند، ما بقدر اني انا مجرد ما سخنت وحطيته على البوردر شكلت فيه البوردر مباشره اعمل له انسيرشن لفم المريض، لازم اعمل شيء اسمه تيمبر ذا كومباوند. ايش يعني تيمبر؟ اني انا بكون عندي ووتر باث او باول بكون حاط فيه مي سخنه درجة حرارتها تقريبا من 50 ل 60 درجة مئوية، واللي انا عندي الامبريشن كومباوند هو سخن، انا بدخله بهاي المية السخنة. شو بتضمن لي؟ اول شيء بتعمل لي بريفنت بيرنينج، ما بتصير انا عندي حرق لا الي ولا للمريض. هذا ضروري جدا انه مش مباشرة مثلا انا عملت تسخين للامبريشن كومباوند ادخله بفم المريض، زائد انه انا بطول في الفترة اللي انا بستعمل فيها الامبريشن كومباوند قبل ما يصير له ايش؟ هاردنينج، قبل ما يصير له تصلب، تمام؟ لما انا بسخنه وبحطه بالووتر باث. طيب هسه المريض بكون يعني بالوضع الطبيعي انه البيشنت سيتد هيد اجينست هيد ريست ماوث اوبن اند ريلاكس، انه المريض ما بكون فاتح فمه بشكل واسع كثير خوف يصير كونستركشن للكوميشورز. طيب بنبلش الحين خطوات تشكيل البوردر موديل درجة درجة، ركز مع بعض يا جماعة. حطيت أنا الإمبريشن كومباوند سخنته وحطيته على الانتيريور أريا. كيف أنا شو أول إشي موجود عندي بالانتيريور أريا؟ موجود عندي الليبيا الاكستريموم اللوجين الشفوي واللينيوم عفوا الليبيا الفيستيبيول. كيف أنا بدي أشكل هذا الحكي؟ بمسك أنا شفة المريض العلوية بسحبها كالتالي أوتوارد للخارج داونوارد للأسفل وانوارد للداخل. بهدول الثلاث حركات انا بضمن اني انا شكلت اللوجيم الشفوي بالكامل. طيب كيف انا هسه بدي اشكل البكر الفرينوم والبكر الفلانج؟ بجيب كمان اصبع الامبريشن كومباوند بسخنه، خلصت انا من منطقه الانتيريور بروح لمنطقه البكال بسخنه بحطه على البوردر تبع السبيشال تري، وبعمل انا الحركات اللي عملته مع الليبيال اللي هو الاوتوارد داونوارد انوارد، وبضيف عليهم كمان حركتين اللي هو فورورد وباكورد، اني انا اسحب الشفه للامام وللخلف عشان اضمن اني انا شكلت حركات البكه الفرينوم بالكامل اللي عندي في البوردر مودينج. حلو، هذا الحكي انا بعمله من الليفت ومن الرايت سايد، وبروح الحين عشان شو اشكل الكورونويد نوتش. ايش هذا الكورونويد نوتش يا جماعه؟ انا عندي بالمانديبل حاجه اسمها كورونويد بروسيس، وعندي شيء اسمه كوندايل بروسيس. هسه الكورونويد بروسيس شوفوا يا جماعه هي هون وين بقترب؟ بقترب من منطقه الماكسيلاري تيوباراسيتس. عشان انا ما يصير عندي انترفيرنج اثناء تشكيل البوردر مولدنج على منطقه
الماكسيلاري تيوبرسيتس والهيمولار نوتش، بطلب من المريض يعمل حركه موفمنت للمانديبل من الليفت ومن الرايت. بهيك حاله مع حركه المانديبل بضمن انه انا صار تشكل للكورونويد نوتش بالبوردر مولدنج اللي انا عمالة بشكلها على سبيشال تري. شو انا بضمن في هيك حاله يا جماعه؟ اني انا بكره لما اسلم الدينشر للمريض والمريض حرك الفك السفلي، ما صار للدينشر لا فولينج ولا دروبينج، ما سقط عنده الدينشر اثناء حركه الفك السفلي. واضح الامور؟ طيب بنروح هسه للبوستيريور بوردر. بالبوستيريور بوردر ضروري انا اشكل اللي هي الفايبريتنج لاين، منطقه الاهتزاز مع منطقه الهيمولار نوتش. بكل بساطه بفتح انا، بمسك الخدود انا والاسيستنت الموجود عندي او الموجوده عندي، بنشد خدود لبرا، بكون عندنا الاورال كافيتي كثير واضح شايفينه، لازم يكون فيري جود فيزيبل شايفينه بالكامل. نطلب من المريض يحكي كلمه اتش اه. بصير انا عندي لما بيحكي المريض اه بصير عندي منطقه اهتزاز، في شيء عندي هون بتحرك في منطقه السوفت باليت. هاي المنطقه اللي بصير لها حركه بطل المريض يعملها اكثر من مره، باجي انا بمسك الانديليبل ماركر اللي فرجيناكم اياه وبرسم خط الفايبريتنج لاين اللي هي نفسها لما انا عملت سبيشال تري على الدياجنوستيك كاست وما كانت واضحه عندي، ممكن كان انا عندي اوفر اكستندد هاي المنطقه او اندر اكستندد، بزيد او بقصر البوردر بحيث انها تيجي بالضبط مع منطقه ايش؟ الفايبريتنج لاين. طبعا انا بالعاده عشان تكونوا بالصوره بكون عامل شوي اوفر اكستندد للبوردر للسبيشال تري اساس يطلع عندي منطقه الفايبريتنج لاين نفس هذا الخط اللي ظهر عندي هون بيعلم على سبيشال تري، وين علم عندي المنطقه اللي صارت زايده شو انا بعملها؟ تريمينج، بقصها اللي انا بختم نهايه الحد تبعي عند الفايبريتنج لاين. طيب بوستيريور بوردر كيف انا بدي اشكله؟ اللي هو احنا حكينا بوستيريور باليتال سيد بوردر. بكل بساطه باجي انا بحط الامبريشن كومباوند بوردر، بوردر امبريشن كومباوند على الجهه البارزه عندي من الداخل، بضغط انا بحركات جنتلي بكل لطافه وبتبلش هاي الماده تشكل عندي اللي هو ايش اسمه بوستيريور باليتال سيل اريا. تمام، عشان هيك احنا حكينا ان الواكس مش لازم يكون موجود بمنطقتين، المنطقه الاولى اللي هي حكينا بوستيريور باليتال سيل اريا على المجزله والبكل شيلف اريا على المانديبل. طيب هذا حكينا احنا عنه البوست باليتال سيل. هنا مراجعه سريعه للي احنا حكينا عنه انه الليبيا والبكر فرينوم شو الحركات اللي انا بعملها، اللي هي بحرك انا الشفايف باصابعي، انا بحركهم اوت وارد داون وارد ان وارد، وبضيف عليهم فورورد واب وارد للبكل الفرينولي. وكمان انا بطلب انه المريض يعمل ابتسامه، اثناء ما المريض بيعمل ابتسامه بحرك عنده الليبيال والبكل الفرينولي بتشكل انا عندي بالبوردر مولدينج. البوستيريور او اللاترال البكل اوف التيوبرسيتيز كيف انا بشكلهم؟ انا بطلب من المريض يحرك الفك السفلي اثناء هاي الحركه على الليفت وعلى الرايت، بتبلش يتشكل انا عندي ايش؟ حركه الكورونويد موفمنت اساس لما اسلم انا الكومبليت دينشر يحرك المريض فمه، ما اكون انا عملت تعارض ما بين الكورونويد موفمنت مع الكومبليت دينشر على المجزله. الهيمولار نوتش كيف انا بعمل هيمولار نوتش؟ انا بطلب انه المريض يفتح فمه بشكل واسع بهاي الحركة وهو فاتح فمه بشكل واسع ويسكر، بكون أنا بأصبعي أو بإيدي شكال الضغط على وين؟ على منطقة الخد للشن عكس فتحته وإغلاقه عشان أعمل أنا أكتيفيشن لإشي اسمه تريجامانديبولار رافي. والبوستيريور فايبريتنج لاين حكينا إن إحنا بنحددها بحيث نطلب المريض يحكي حرف آ أتش. تمام، هاي لما بيحكي هذا الحرف بصير انا عندي منطقه اهتزاز السوفت باليت، هاي منطقه الاهتزاز اللي بتكون عباره عن نهايه البوردر لا او بسموها البوز دام، نهايه المنطقه للكومبليت دينجر على المجزله. طيب خلصت انا كل البوردر مولدينج، خلصت انا كل الحدود كل الحواف، شو بعمل؟ بغمس انا هاي الشيء بعمله تبريد بمي بارده
كل الزوائد الموجودة عندي بالديبرس أنا بشيلها بالبليد أساس إن ما يكون عندي إشي بيجرح أو إشي زائد، تكون يعني تقريبا متساوية مع الاكسترنال سيرفيس من الخارج. إذا دخلت على المنطقة الداخلية، بس أنا بحكي على منطقة الشفة على الفلانجز، ما تصل لها الواكس أو ما تروح جوا على منطقة الانترنال سيرفيس. طيب كيف انا بدي اقيم اني انا عملت البوردر مولدينج على الماكسيلا صح ولا غلط؟ اول شيء لازم يكون عندي تقريبا متجانس او متناظر ريلاتيفلي سيميتريكال، ان يكون انا عندي ثيكنس ملائمه تقريبا من 3 ل 5 ملم، اللي هي ثيكنس سماكه هاي الماده اللي انا حطيتها على البوردر للسبيشال تري، ما يكون في اوفرلاب، ما يكون في شارب ايدجز، واني انا ركزوا على هاي المعلومه يا جماعه، ان يكون السيرفيس تبعي مش جلوسي مش لامع، ان يكون السيرفيس نون جلوسي مات، يكون اقرب ان يكون داكن مش لامع. اذا انا ظهر عندي علامات انه السيرفيس جلوسي بالبوردر مولدينج، انا كنت عامل خطا اللي يسموه فاولتي او فولتس في البوردر مولدينج. تمام، اذا هاي الايفالويتنج البوردر مولدينج، زائد انه لازم يكون ريتنتيف. طبعا مجرد ما انا عملت بوردر مولدينج صح ورجعت سبيشال تري قبل لسه ما اخذ الفاينل امبريشن، بحس انه انا صار عندي ريتينشن عاليه. اذا انا حسيت او حصلت وصلت لمرحله اني انا مثلا حطيت السبيشال تري اللي عملت لها بوردر مولدينج حصلت على شيء اسمه ريتينشن، انا ماشي بالاتجاه السليم، ماشي بالطريق الصحيح. طبعا ليبيا الفرينم هون حكي لازم تكون شالو نارو، ما لازم تكون كثير واسعه، لاني انا اذا عملت ريليف عاليه خففت كثير بعمل انا ميد لاين فراكشر. وفي منطقه الباكل فرينوم لازم يكون عندي على شكل في شيب. هذول الحاجات اللي انا بقدر اقيم اعمل يعني سيلف اسيسمنت او سيلف ايفالويشن اني انا عامل بوردر صح للمجزي. طيب روح للمانديبل. المانديبل طبيعه الحال صعب في كل حالاته، صعب بالامبريشن، صعب بالبوردر مولدنج، صعب بالريتنشن، صعب بالاستابيليتي، لانه انا عندي مشكله حاجه اسمها تانج موفمنت، عندي نفس المانديبل كثير متحرك مش انه ثابت استاتيك او نون دايناميك زي الماكزيلا. بالتالي كيف انا بدي احاول اضمن اعمل ثباتيه للدنجر على الفك السفلي؟ اذا انا بعمل بوردر مولدنج صح، اذا انا شكلت بوردر مولدنج صح بضمن بنسبه عاليه اني انا اشتغلت كومبليت دينشر على المانديبل بشكل عالي. طيب برضو نيجي كيف انا بدي اشكل البوردرز على الفك السفلي. نفس الحكايه، باجي بسخن الامبريشن كومباوند، ببلش من الانتيريور ريجن المنطقه الاماميه، بحطها عليه، بحرك الشفه كالتالي: اوتوارد للخارج، ابوارد للاعلى. اذا انا بالفك العلوي شفت الفك العلوي حركتها داونوارد للاسفل، اسف، بالفك السفلي انا بحركها للاعلى وبحركها كمان انوارد بالداخل. بهاي المرحله او بهاي الحركات انا بضمن اني انا حصلت على كل حركات الليبيال فرينم بالكامل. نفس الشيء، نفس الحركات انا بطبقها على البكال فرينم او البكال فرينج، بس شو بضيف عليها كمان غير الاوتوارد ابوارد انورد؟ بضيف عليها امامي خلفي فورورد اند باكورد. تمام، زائد بطلب ان المريض يعمل شيء اسمه تشيك ساكينج، انه ايش؟ يشفط خدوده او يمص خدوده. في هاي الحركه اللي سمعتوني لما بيعمل شفط للخدود، بضمن اني انا عمالي بشكل البكال فرينوم بشكل كثير منيح في اثناء عمليه البوردر مولدينج. طيب كثير مهم اثناء ما بعمل بوردر مولدينج على المانديبل اني انا اشكل شيء اسمه تطلع لي مسيتر مصل. ليش؟ اذا انا صار انترفيرنج ما بين اللور دينشا ما بين المسيتر مصل، شو صار انا عندي بالطقم؟ ما ثبت منيح، اتحرك على الفاضي، يعني كل شغلي انا شو ماله مش مزبوط. طب كيف انا بدي انا اشكل تطلع عندي حركه المسيتر مصل في البوردر مولدينج في اثناء تشكيل الحواف او الحدود؟ بطلب من المريض انه يغلق الفك عنده. تمام،
في هاي الحركة أنا بكون بأصابعي عمالي بشكل ضغط في منطقة المولر إيريا للأسفل، تمام؟ يعني المريض بيحاول إنه يعمل إغلاق لفمه وأنا عمالي بعمل أجينست حركة الإغلاق، بشكل إيش؟ بعمل ضغط للأسفل في منطقة المولر إيريا أو المولر ريجن. بهاي الحركة أنا بضمن إني أنا ضمنت حركة المسيتر مصل تطلع معي بأثناء عملية تشكيل حواف البوردر مولدينج أو البريفيرال تريسينج، تمام؟ طبعا هذول الصور كمان بيوضحوا كيف إني أنا بشكل حركة المسيتر، وين موقع المسيتر، كيف لازم إحنا شكله. قلت لكم إنه أنا بطلب المريض يغلق فمه في الوقت اللي المريض بيحاول يسكر يعمل إغلاق كلوزنج الماوث، أنا بكون عامل ضغط للأسفل أساس أضمن حركة المسيتر مصل تشكل عندي. طيب الريترا مولر باد كثير مهمة إني أنا أشكلها بالبوردر مولدينج، لأن هي تعتبر المنطقة الحدودية للفك السفلي، غير إنها ليميتنج إيريا بتشكل لي سبورت كثير حلو لل منديبيولار كومبليت دينشر. طيب تذكروا معانا تكلمنا لكم بالمانديبل شيء اسمه البيولا لينجوال سلكس، اللي بيمتد من اللينجوال الفرينم اللي جاي من لساني لغاية ريترو ميليهويويد كورتين. هسا بدنا نتكلم منطقة منطقة، كيف بنشكل انتيريور ريجن، كيف بنشكل الميدل ريجن، كيف بنشكل بوستيريور ريجن، لأنه كل هاي الريجن لازم تطلع عندي أثناء عملية تشكيل الحواف أو الحدود للطاقم لما بستعمل له الإمبرشن كومباوند أو البول إيثر. طيب نيجي واحدة واحدة، الانتيريور ريجن، انتيريور الفيولا لينجوال ريجن، بطلب من المريض انه اللسان تبعه يحركه للأعلى، تمام؟ بالإضافة انه يحرك لسانه على الكورنرز اوف ذا ماوث، زوايا الفم، وانه يمد لسانه للأمام. إذا أنا عندي ثلاث حركات للسان يا جماعة، يرفع طرف لسانه ذا تيب اوف ذا تانج يلمس فيه سقفية الحلق الباليت، يحرك لسانه يمين وشمال على اساس يصل للكورنرز اوف ذا ماوث، وانه يمد لسانه للامام. بهيك انا شو طلعت؟ طلعت حدود الانتيريور لينجوال سلكس بالبوردر بالمنطقه الداخليه للفك السفلي. طيب بنروح للميدل ريجن اللي تيجي انا عندي من منطقه البريمولار للمولار، نفس الحكايه، بطلب من المريض انه يلمس بلسانه زوايا الفم، زائد انه يلمس بلسانه الفلت، وانه يحرك لسانه للامام. متى هذا الحكي انا بشكله؟ بعد ما اكون انا شكلت الحواف تبعت الانتيريور ريجن. بيعاود بكرر نفس، يعني ما بصير انا حركه لسان واحده اشكل فيها الحفتين، لاني انا بستخدم الامبرشن كومباوند سيجمنت باي سيجمنت، يعني جزء جزء. ما بروح انا بمد الامبرشن كومباوند مباشره على كل الفيولا لينجوال سالكس او على البوردر لا سبيشال تري، تمام؟ بنيجي هسه للمنطقة الأخيرة اللي هي ريترا ميليهويويد أو الديستولينجوال بورشن، إنه المريض يكون في هاي الفترة فاتح الأورال كافيتي، فاتح الفمو أوبن ذا ماوث وبرترود ذا تانج ومطلع اللسان للأمام. شو بعمل أنا في هيك حالة؟ بعمل أكتيفيشن لعضلة اسمها السوبيريور كونستريكتر ماسل، تمام؟ في هيك حالة أنا بضمن إني أنا شكلت كل الالفيولا لينجوال سالكس عندي بالكامل على البوردر ل لور دينجر. تذكروا إنه إحنا حكينا إنه أنا بطلع عندي بتشكل حرف اس، هذا الحرف الاس منين جايني؟ جايني من هون اللينجوال الفريمام اللي جايب لفلور اوف ذا ماوث، وظل مكمل لشيء اسمه ريترو ميليهو أو عفوا ريترو ميليهوويد كيوريتين، اللي هو نفسه بحرف الاس تقريبا، بده يتشكل عندي ب السبيشال تري، يتشكل عندي اثناء عمل البوردر مولدنج، وبده يتشكل عندي اهم شيء ب الفاينل كونستراكشن للكومبليت دنتشر على المانديبل. هسه الريترا ميليهويويد بورشن انها طبعا هي عباره عن الديستولينجوال بوردر، كيف انها ممكن تمتد؟ ستريت داون وورد فروم ذا ريترا مولار باد anteriorly، ممكن يكون to varying degrees،
almost never angles posteriorly from retromolar pads. تمام؟ طب هاي الحركات نعاود نعيدكم ونذكركم فيها بشكل سريع. كيف بنشكل الليبيال والبكال فينا؟ نفس الشيء احنا بنمسك الشفه السفليه والخدود، الحركات بتكون كالتالي: outward للخارج، upward للاعلى، inward بعدين للداخل، بعدين بنضيف عليهم حركتين شيء اسمه forward وباكورد، امامي خلفي، هذول بكونوا للبكال. او احنا شو بنطلب؟ نطلب انه المريض يبتسم، ابتسامه المريض aggressive functional movement، انه يفتح ويبتسم. ابتسامه المريض بتعمل تشكيل عندي لا الليبيا الفرينم والبكا الفرينم، بس انا عشان اضمن اني انا شكلتهم انا بعملهم مانيوال باصابعيه، بحرك انا الليبيال الشفايف الليبس وبحرك التشيكس الخدود. طيب المسيتر نوتش كيف احنا من شكله؟ طلبنا انه المريض يعمل اغلاق كلوز ذا ماوث، فتره ما بيعمل اغلاق للماوث انا بكون باصابعي شكلت against resistance ضد، بشكل ضغط على في المولر ريجن عشان يتشكل انا عندي منطقه ايش؟ المسيتر ماسلز. الريترا مولر باد بطلب انه المريض يفتح فمه بشكل وايد اند كلوز against the hand to the chin، انه يفتح فمه بشكل واسع وانه يغلق فمه بالوقت اللي هو بده يغلق فمه. انا بكون ايش عامل؟ باصابعي عامل ضغط على منطقه الخد عشان اعمل انا ايش؟ حد الحركه تبعته بالوقت اللي هو بيحاول يحرك فيها ايش؟ العضله اللي في منطقه الريترومولار باد اللي هي اللي سميناها بتريجا مانديبولار رافيه. اللينجوال سالكس نفس الشيء، حركات اللسان تانج موفمنت شود بي ليميتد تو ليكينج ذا ابر اند لور ليبس، انه انا بطلب انه لساني يتحرك للاعلى للكورنرز اوف ذا ماوث، يلمس في الباليت، بعدين يحرك لسانه ليفت تو رايت يلمس فيهم الكورنرز اوف ذا ماوث، زائد انه يحرك لسانه للامام يعني يطلع لسانه برا. هذول الثلاث حركات للتانج انا بشكل فيهم ايش؟ اللينجوال سالكس بالانتيريور اريا او الانتيريور ريجن الفك السفلي. طيب خلصنا احنا بموضوع الامبريشن كومباوند. في ماده ثانيه انا بشكل فيها ايش؟ البوردر مولدينج، اللي هي حكينا انه الامبريشن كومباوند انا بشكله سيجمنت باي سيجمنت، بس انا بالبولي ايثر بقدر اني انا اعمل له تشكيل ب وان ستيب، خطوه واحده، يعني انا ما بمشي فيهم سيجمنت سيجمنت، لا انا مره واحده زي ما هم واضحين لكم هون بالصوره بمسك السرنج وبشكل فيه كل البوردر. طيب جميل، حطيت انا عفوا يعني بضخ كل الامبريشن ماتيريال على البوردر هسه ولسه ما صار لا الماتيريال سيتنج ما صار له هاردنينج، بدخله انا بعمل له انسيرشن في فم المريض وببلش انا اشكل كل الحدود المطلوبه مني، ليبيالي بكلي، كيف انا اطلع الكورونويد على الماكزيلا، كيف اطلع الهيمولار نوتش، كيف اطلع البوستيريور باليتال سيل اريا، نفس الخطوات هي تعاد، كيف انا اطلع الليبيال ترينوم على الفك السفلي، البكال ترينوم، الالفيولا لينجوال سالكس، كيف اطلع انا المسيتر موفمنت، كل الخطوات اللي انا عملتها بالامبريشن كومباوند بعملها على الكولي ايثر، بس هناك انا كنت عملها يعني سيجمنت سيجمنت، اول شيء بسخن على الانتيريور اريا بشكل الحدود، برجع بسخن للبكال اريا الليفت، بعدين بروح للرايت وهكذا. انا عندي هون ب البولي ايثر سواء بدي اعمله على المكزلة او على المانديبل انا بضخ الماده كلها مره واحده. طيب اذا انا عندي الامبريشن كومباوند بصير له خاصيه الساق بدون ادهيزيف، لانه انا متى ما سخنت الامبريشن كومباوند بصير ستيكي بيلتصق بالبوردر تبعت السبيشال تري. في حاله البولي ايثر لازم استعمل له شيء اسمه ادهيزيف، يعني انا بمسك ماده اللي هي ماده الساق بدهن فيها كل الحدود، بعد ما انا ضمنت انه صار لها الساق ببلش اشكل عليها ماده البولي ايثر. تمام؟ طبعا كل الحركات هي تعاد. كيف احنا ممكن نشكل هنا؟ عملنا لكم هاي الصوره نذكركم بكل اللاند ماركس اللي لازم احنا نطلعها بالمانديبل، هنا الليبيال فرينم، لينجوال فرينم، جينيو بلوسز ماسل، المسيتر ماسل، البكال فرينم، البوكسيميتر ماسل، كل هاي الحواف، الميليو هيويد ماسل، كل
كل هاي، شوف كيف انا عندي رانج تقريبا يا جماعه بشكل حرف اس، اللي هو ببلش عندي من اللينجوال فرينم لغايه ريترا ميليهويد كورتين، هاي بيجي تقريبا عندي بشكل ايش؟ حرف اس. طيب كيف انا بدي اعرف ان انا البوردر مولد اللي انا عملته على الفك السفلي صح؟ حكينا الفك العلوي لازم يكون عندنا سيمتريكال، لازم يكون ريتنتيف، ما لازم يكون عندي شارب ايدجز، ما لازم يكون عندي اوفرلاب، تمام الحكي، لازم حكينا انه يكون انا عندي مات، ما يكون عندي جلوسي سيرفيس صحيح؟ ما يكون عندي سطح لامع، يكون عندي العكس سطح شوي داكن. وكيف انا بدي انا اعمل ايفالويتنج تقييم لانه البوردر مولدنج اللي انا عملته على المانديبل صح؟ اول شيء يكون تور لازم يكون راوندد، تمام؟ اي ديفيشنت في اي منطقه لازم يكون قابل اني اعملها انا كوركشن، ادجستمنت كوركشن، تمام؟ هسه الاوفر اكستنشن اللي ممكن يصير انا عندي، بقدر اني انا اعرف انه صار عندي اوفر اكستنشن، تمام؟ واني انا اعمل له تصليح او تعديل كوركشن او ادجستمنت، لانه هذا الاوفر اكستنشن شو بده يعمل لي شيء اسمه بيرن ثرو، انه اثناء وجود السبيشال تري اللي عملت لها بوردر مولدنج على الفك السفلي بطلب من المريض يعمل حركه تانج موفمنت للامام للكورنرز اوف ذا ماوث، يلمس بالتانج البلت، في هاي الحركه ممنوع يصير حركه للور تري. واضح المعلومه يا جماعه؟ يعني انا حطيت اللور تري اللي عملت لها بوردر مولدنج على الفك السفلي، طلبت المريض يحرك لسانه بجميع الاتجاهات، فترة ما عمل حركة لسان المريض بجميع الاتجاهات، التري لور تري ما صار له حركة أو إنه ما نزل من مكانه، ما طلع من مكانه، هيك أنا بكون ضمنت إنه أنا عامل جود أدابتيف أو جود ريتنتيف للتري، إني أنا عامل بوردر مولدينج صحيح. منيح؟ نفس الشيء ليبيا الفرينم لازم تكون نرو، ما لازم تكون ما أعمل لها ريليف بشكل كبير، بلاش تعمل لي فراكتشر، والبكة الفرينة لازم تكون عندي على شكل في شيب، نفس المواصفات اللي حكيناها بالبوردر مولدنج للفك العلوي. طيب نتكلم هسه يا جماعه عن فاينل امبريشن. الفاينل امبريشن اللي انا خلص انا بدي تقريبا شغلي انا مع المريض، بدي انا اختمه اللي هي مسك الختام، اعمل فيري هايلي اكيوريت امبريشن ماتيريال عشان اطلع فيري هايلي اكيوريت ريبرودكشن ديتيلز، لازم انا اطلع كل اللاند ماركس اللي انا بدي اياهم يطلعوا بهي الامبريشن. اذا البرايمري امبريشن ما في مشكله لو ما كانت الاكيورسي عاليه، لان لسه انا جاي عندي السبيشال تري، لا انا هون بالسبيشال تري بالفاينل امبريشن لازم اطلع كل اللاند ماركس اللي انا لازم احصلهم، سواء السبورتنج او الليميتنج او الريليف. طيب شو اهداف الامبريشن الفاينل امبريشن ماتيريال؟ اول شيء انه يعمل لي ماكسيموم كفرج لكل الدنتشر بيرنج اريا، عشان انا في هيك حاله يكون عندي لسه تروما لما اسلم الدنتشر بالاخير. بده يعمل لي ستابيليتي للدنتشر، ريتنشن للدنتشر، وبده يعمل لي طبعا الشيء الجمالي لانه الطقم الثابت يهيئ ل الناس انه هذا المريض مش مركب شيء صناعي، انه عماله بيتكلم بيضحك بوكل بيحرك عنده الفك السفلي بيحرك عنده اللسان بدون ما انه يعمل اي تاثير على الدينتشر. بالتالي انا بالهايلي اكيوريت لا الامبرشن ماتيريال بحصل هاي الاربع نقاط. طيب تذكير بشكل سريع، البرايمري حكينا ان احنا تكلمنا بالمحاضره الماضيه عن مادتين الجينيت، تكلمنا عن الكومباوند، وبشكل شفوي ذكرنا لكم ان احنا ممكن نستعمل الرابر بيز او الباتي من مواد السيليكون اخذ فيها انا البرايمري امبريشن. وكثير احنا بعياداتنا للاطباء بيستسهلوا لانه اوريدي موجود عندهم ماده السي سيليكون او الاديشنال سيليكون باخذوا فيها اللي هو البرايمري امبريشن. طب السكندري امبريشن في عندنا، ممكن انا اخذ السكندري او الفانل او الماستر امبريشن بالالجينيت، السيليكون سواء الاديشنال او السي سيليكون، السولفايد او البولي ايثر، بالزنك اوكسيد يوجينول او الكلاستر. اوفر عليكم العناء، افضل مادتين ركزوا معي، افضل مادتين عشان انا اخذ فيهم ال
فاينل امبريشن، اما زنك اوكسيد يوجينول، بس بحال، طبعا بحكي انا زنك اوكسيد يوجينول بيست امبريشن بيست، بحاله ان ما يكون عندي دراي ماوث، ما يكون انا عندي فم جاف او ما يكون عندي اندر كات، تمام. والشيء الكثير منيح اللي انا بقدر استعمله اللي هو اديشنال سيليكون بولي فينيل سيلوكسان، بس ضروري انا بالاديشنال سيليكون لانه هاي الماده تسمى هيدروفوبيك، انا اكون عامل تجفيف او يعني فولي دراينس للفم، تمام. طيب نحكي هنا بشكل واضح عن الزنك اوكسيد يوجينول بيست. هاي السؤال انت سالته يا عبد الله، انه انا بالزنك اوكسيد يوجينول بيست ما بكون بحاجه ل 3 واكس سبيسر، تمام. بس لو انا من البدايه اثناء عمل البوردر مولدنج بالسبيشال تري كان عندي واكس، ما في مشكله، بس باقي المواد اتس ا ماست ان يكون عندها ايش اللي هو التري واكس سبيسر. طيب تعمل مينيمال تيشو ديسبيسمنت، هذا شيء منيح، ما بتعمل ازاحه كبيره للانسجه، هاف اريجيد سيت، تصلبه تقريبا يكون كثير منيح. بس وين المشكله؟ اني انا ما بقدر استعمل الزنك اوكسيد يوجينول لما بكون انا عندي شيء اسمه الدراي ميوكوزا، يعني انا في حاله انه مثلا مريض عنده هايبوسلايفيشن، وبالتالي هو بيشكي انه عنده دائما حركه او جفاف بالفم، مش كثير انا بقدر استعمل له الزنك اوكسيد يوجينول بيست، رغم انه يعتبر تقريبا ماتيريال اوف تشويس في حاله السكندري امبريشن، بس اتجنب ما يكون عنده دراي ميوكوزا، جفاف او حركه بالفم. طيب الريفيرزبل هيدروكولويد، في كثير جماعه من انصار الالجينيت يا جماعه، لا زال كثير ناس، طبعا هذول جماعه احنا كثير نحترمهم، الالجينيت كثير منيح بالبرايمري، يعني انا بستعمله البرايمري بكل ثقه عاليه، بس مش كثير انا بستعمل الريفيرزبل هيدروكولويد في حاله السكندري، لاني انا بكون بحاجه لاكيورسي عاليه جدا، هاي الاكيورسي ما بتوفر لي اياها ماده الالجينيت بحاله الفاينل امبريشن. طيب اذا وين اروح شو اعمل؟ اروح للاديشنال سيليكون، ما بستخدم السيل سيليكون ولا بستخدم البولي سولفايد ولا البولي ايثر. ليش؟ هسه بنحكي عنها. ليش؟ اول شيء البولي سولفايد عنده مشكله كبيره، انه هو عنده ان بليزن تيست، ان بليزن سميل، ان بليزن اودر، لا طعمه ولا مذاقه مناسب، اللي هو البولي سولفايد اللي انا حكينا انه في ماده الثيول جروب، الدايمنشنال ستابيليتي تبعته مش كثير مناسبه فور ثباتيه الابعاد، والخاصيه المرونه عنده سيئه الاستيك ريكفري. طيب خلصنا منه، بنروح للبولي ايثر. البولي ايثر الالاستيسيتي عنده حلوه، الدايمنشنال ستابيليتي حلوه، بس في مشكلتين، اللي هو انه غالي، يعني مش كثير اني انا استعمل مثلا خلينا نقول ماده كثير غاليه عشان اعمل فيها الفاينل امبريشن، زائد انه مذاقه مش كثير مناسب. شو بصفي انا عندي خيار؟ بصفي انا عندي احسن خيار لو استعمل الاديشنال سيليكون وليس الكوندنسيشن سيليكون، اللي هو البوليفينيل سيلوكسان، بتوفر فيه اللي هو خاصيه المرونه عاليه جدا، الاستيك ريكفري، الالاستيك موديوليتي، الاكسبتبل تيست، ليزن تيست مقبول، وعنده الدايمنشنال ستابيليتي اللي هي ثباتيه الابعاد كثير مناسبه وكثير منيحه. طيب شو هو في المشاكل بوليفينيل سيلوكسان؟ انه هو هيدروفوبيك، فبالتالي لما انا بدي استعمله بحاول اني انا اكون عملت ايش؟ تجفيف للصلايفه، او اذا مثلا عندي اي قطرات ميه موجوده بالاورال كافيتي او الصلايفه او قطرات دم، يعني انا لازم اتعامل مع شيء اسمه فول دراينس، اكون عامل ازل كامل، ما يكون عندي اي هيوميديتي، اي رطوبه، لأن هذه الماده هيدروفوبيك. طبعا حاولوا يحسنوا من هاي الماده، يعني عملوا هيدروفيليك، ففي ماده اسمها يعني سمارت امبريشن ماتيريال، اخذوا من صفات البولي ايثر واخذوا من صفات الاديشنال سيليكون. طبعا حكينا انه جود دايمنشنال ستابيليتي، الاستيك اكسلنت، الاستيك ريكفري اكسلنت، دايمنشنال اكيوراسي، يعتبر ماتيريال اوف تشويس للفاينل امبريشن. طيب هسه كيف انا بدي احضر المريض لما اعطيه الفاينل امبريشن؟ في حاله الزنك اوكسيد يوجينول ما في مشكله لو انا كان عندي شويه ريلاتيفلي دراي، يعني لو كان عندي شويه صلايفه مش كثير بياثر علي، طبعا انا بقدر اني انا ادهن
شفايف المريض بشيء اسمه البازلين العادي، تمام؟ في حاله البولي فينيل سيلوكسان بي في اس لازم انا يكون عندي ابسولوتلي دراينس، شفاف تام، والا هاي الماده هي هيدروفوبيك، بتاثر الابعاد تبعتها ده مش الاستابيليتي بوجود الماء او بوجود السلايفا. طيب الحين احنا يا جماعه تقريبا ظل عندنا دقيقتين، اللي ظل عندكم بالسلايدات اقرب لانكم تفهموها لوحدكم. يا تالا اي سؤال منك او من غيرك انا مستعد اني انا اجاوب عليه باي وقت بتوجهوا لي السؤال، ما عندي اي مشكله. هون بالبوليفينيل سيلوكسان احنا بنستخدم ماده الادهيزيف عشان نضمن انه يصير عندي الالتصاق ما بين الامبرشن ماتيريال وما بين التري، يصير عنده ادهيرنت ادهيزيف للتري، تمام؟ انه انا هذا الحكي بكون على البوردر مولدينج وعلى الانترنال سيرفيس للتري. طيب بعدين انا بشيل ماده الواكس اللي انا عملتها تري واكس سبيسر، بشيلها بحط انا الامبرشن ماتيريال، بعمل لها انسيرشن، بدي انا اتجنب انه يصير انا عندي اي فقاعات اثناء عمليه الادخال، واني انا ضروري لما انا احط ماده الامبرشن ماتيريال تغطي كل المكان بما فيهن المناطق اللي عملت لها انا بوردر مولدنج، اساس يطلع عندي القياس شو ماله كثير اكوريت. طيب ان شاء الله هاي الامور راح تكون لكم يعني واضحه، اي سؤال انا راح اكون يعني موافق اني انا اجاوب عليه بالكامل. طيب سامحونا يا جماعه بس الحين احنا تقريبا خلص معنا وقت المحاضره للاسف الشديد. اللي بصير عندنا كالتالي، الحين انتم 43 معي انا 44، اللي مش موجودين في ثلاث مش موجودين عندنا. طيب انا على اساس الحين كمان في عندي محاضره يا جماعه، تمام؟ مين بيقدر يعمل لنا يا جماعه سكرين شوت ويبعث لي اياهم؟ انا بعدين بعرف ان انه المكان مش موجود بستغل الوقت. مين وكل هاي المهمه يا جماعه؟ اختار انا يعني حدا من عندي؟ خلاص بعمل لك انا الدكتور. طيب ممتاز، اعمل لنا انت يا وليد وبعث لي اياهم، انا بهيك بقدر اعرف انه المكان مش موجود، تمام؟ المحاضره ان شاء الله بكون معمول لها ريكوردينج وببعثها ان شاء الله لعبيده وهو بيعممها عليك، سامعني يا عبيده؟ سامعك سامعك دكتور. تمام. طيب يا جماعه انا يعني حاولت كل جهدي اغطي اكبر عدد من السلايدات، الجزء اللي ضل من السلايدات ان شاء الله مش صعب لكم. اي شيء مش مفهوم كمان مره بكرر اسالوني، انا ما عندي اي مشكله بجاوبكم عليه ان شاء الله. تمام؟ وان شاء الله كمان بوقت اللاب لما يكون عندنا كمان وقت اللاب، اي شيء مش مفهوم بالسلايدات اللي شرحتهم تسالوني انا وتسالوا زميلاتي، ما في اي مشكله. تمام؟ بستنى منك تبعث لي يا وليد سكرين شوت. طيب تمام دكتور، يعطيك العافية. يعطيكم الف عافيه، السلام عليكم. يعطيك العافية السلام دكتور. عليكم. السلام عليكم.